ينطبق على الرائد وما انطبق على الشباب. التراجع المستويات الفرق دي وما برضو ينطبق على ضمك برضو تكلمنا عنه أكثر من مرة. عدم وجود الرصيد الكافي من اللاعبين في مقاعد الاحتياط اللي بيقدر يغطوا اللاعب الأساسي في حال غيابه في الدوري الطويل بتأثر على الفرق دي تأثير كبير، باعتبار أنه في أشياء كثيرة جدا بتقابل الفرق دي، الإيقافات والإصابات وحتى الإرهاق اللي بيصيب اللاعبين وظروف كورونا كمان. نعم يعني يمكن ظروف كورونا دي شوية كده يعني الناس قدرت تتعامل معها، لكن إرهاق زايد إصابات لاعبين زايد إيقافات، محتاج أنه على الأقل أنت يكون عندك كلعيبة أساسيين أو ال 12 أو 13 الأساسيين يكون عندك تاني 7-8 أقل حاجة قريبين جدا في المستوى من اللاعبين دي عشان تقدر تعوض غيابهم، لأنه أنت بعد الأسبوع العاشر بتبدأ الإصابات عندك، اللي عنده إصابة بتتفاقم يعني خلال الأسابيع دي بيكون في إصابات، بيكون عندك لعيبة أخذوا كروت إيقافات، حتى اللعب المتواصل الضاغط ده بيسبب الإرهاق وبيسبب الإرهاق بيقلل مستوى اللاعب، يبقى لازم يكون عندك البديل في مستوى الأساسي. فالفرق دي اللي تكلمنا عنها دي يعني مشكلة، وكثير من فرق الدوري ما عندها اللعيبة الجاهزين اللي بيعوضوا اللاعب الأساسي، فده سبب نزيف النقاط الكثير للفرق. حتى الاتفاق لو تكلمنا عليه ممكن الاتفاق حقق نتائج مع فرق كبيرة، ولكن أيضا خسر من فرق ممكن نقول على فرق في مؤخرة الترتيب، وعلى رأس المباراة الماضية ممكن أمام أبها في 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 أرضه خسر 2-1. نفس الأسباب. يضاف ليها إنه الفرق دي لما تلعب مع الفرق الكبيرة يعني لو حققت انتصار بيكون بدوافع اللاعبين نفسهم، اللاعب ده عايز يظهر بيقدم كل ما عنده، لكن أنا متأكد إنه اللاعب بيطلع من المباراة الكبيرة بسبب ما قدم مستوى كبير قدام الفرق الكبيرة وما أصابه من إرهاق وممكن من كروت ومن غيره، هيجي المباراة اللي بعدها حيكون مستوى أقل بكثير عن المباراة الفريق الكبير. طيب جميل.